عليكم، معكم سعد الحرار، الرقم الاستدلالي SP01552 فئة الطبق الرئيسي. رمز أ. إن شاء الله اليوم الطبق اللي غادي نديرو هو الكتف بالفواكه الجافة. عندنا في المقادير برقوق، مشماش، اللوز، القرقاع والأناناس، كاين راس الحانوت، الملحة، ثومة غبرة، سكنجبير، التحميرة، الإبزار، والسمن، والخرقوم، والزعفران زغبة كندوبوه في كاس تاع الماء، وكذلك الزيت، والعسل الحر، وبطبيعة الحال البصلة، والكتف. كنخلطو القوام تاعنا بداك الكاس تاع الماء اللي كنا دايرين فيه الزعفران، كنشرملو الكتف نتاعنا، وكنثقبو الكتف نتاعنا، من بعد ما شرملنا الكتف نديرو في الطنجرة تاعتنا. من بعد ما شرملنا الترميلة تاعتنا، هي من الأحسن أن الترميلة تكون فيه تبات فيه أولا ساعتين تقريبا باش الترميلة تدخل لداخل نتاع اللحم. كنزيدو عليه الزيت وكنحطو يتقلى شوية، وكنضيفو من فوقو البصلة، كنضيفو البصلة من بعد ما تشحر، كنخليو يتشحر حتى هو شي شوية، غادي نخليو يطيب في الماء اللي تاع البصلة، وغادي نخليو يطيب في نار مهيلة. كنعسلو البرقوق، عطاتنا طاب، والبرقوق حتى هو عسلناه، والمشماش واللوز حمرناه شويه، والدغميره نتاعتنا تنحطوها باش تختار شويه، وكنزيدو واحد المعلقه تاع العسل الحر. ومن بعد تيبقى لنا غير نحطوه في طبق التقديم ان شاء الله. دابا كنزوقو الطبق تاعنا، شوفوا معنا هذا هو الشكل النهائي.